مرحبا بكم. أنهى التمكين بالشراكة مع مؤسسة موغلي ورشة عمل استمرت لمدة 4 أيام، وذلك ضمن برنامج توجيه مخصص لدعم نمو وتطوير رواد الأعمال البحرينيين. وتأتي ورشة العمل تحت مظلة برنامج توجيهي رائد من تمكين في مرحلته التجريبية، وقد تم اعتماده من قبل المنظمة الأوروبية للإرشاد والتوجيه. ويهدف البرنامج إلى دعم رواد الأعمال في المملكة على الصعيدين المهني والشخصي، وذلك لتعزيز مهارات القيادة لديهم، إضافة إلى توفير الفرص لتوسيع أعمالهم على الصعيد الإقليمي، الأمر الذي سيسهم في خلق فرص عمل جديدة والمساهمة في النمو الاقتصادي في البحرين. وتعتبر هذه المبادرة من أولى الخدمات التي تأتي ضمن باقة تمكين للخدمات الاستشارية.